مشاهديني ورجعت لكم في حلقة جديدة من برنامج حواديت هوانم. استقبل اول فقرة معايا، وهي الفقرة الثابتة معايا في البرنامج، وهي معايا الشيف عمر خالد. اهلا بيك. اهلا اهلا. اول حاجة عرفني اسمك كامل، وعرفني انت منين وعندك كام سنة وبتدرس ايه. انا عمر خالد من حلوان، طالب كلية سياحة وفنادق، وعندي 20 سنة دلوقتي. انا في سنة تالتة كلية سياحة وفنادق، بس أنا يعني درست الكيتشن أصلا عموما في سنة أولى، وبدأت إن أنا أهتم بيه. اوكي، طب النهارده انت هتعمل لي ايه؟ محضر ايه النهارده؟ النهارده إن شاء الله هنعمل كيكة البادج بالقهوة. اوكي، دي كيكة لل يعني لكل اللي بيحب القهوة، حتى اللي عنده مشاكل من القهوة أو بتعمل له مشاكل ممكن إن هو ياكلها برضه، مفيش مشكلة، تبقى خفيفة. اوكي تمام، ممكن نبدأ ولا نرجع ناخد حد تاني ونرجع خلاص نبدأ لحضرتك؟ إن شاء الله. أول المكونات. اتفضل. طب تمام، دلوقتي انا عندي كوبايه وربع دقيق، بس اهم حاجه يعني دقيق منخول، معاهم ربع كوبايه من الكاكاو الخام، عليهم برضو 3/4 كوبايه من السكر، عندي عدد 2 بيض، عندي البيكنج باودر معلقه كبيره، معلقه من الفانيليا، عندي ربع كوبايه من الزيت، عندي معلقه كبيره من القهوه، هدوبها في ميه مغليه بس، وهنبدا ان شاء الله. طيب اوكي، هطلع تاني اروح لضيوفي وهرجع تاني معاك. معايا النهارده موهبه جميله جدا، ويعني يعتبر من اكتر المواهب اللي انا معجبه بيهم. النهارده معايا خالد عمار. اهلا بحضرتك. والده استاذ عمار عبد العظيم. اول حاجه استاذ عمار ازاي حضرتك؟ اول حاجه عرفني ازاي عمار بدا موهبته وازاي اكتشفتوها، واول حاجه هو عنده كام سنه؟ اتفضل. بص يا فندم، خالد يعني من الاطفال اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. من حوالي 6 شهور كده لمحنا عليه ان هو طبعا يعني عنده توحد نسبي. هو في مدرسه حاليا؟ في مدرسه التربيه الفكريه. اوكي. فمن 6 شهور كده اتجهنا ليه ان هو ايه، طبعا قاعد باستمرار لوحده، فلقينا بدا في موضوع الرسم. ان شاء الله. فانتبهنا ليه، اللي خلانا انتبهنا المدرسين بتوعه. خبأ حضرتك يا فندم، فقالوا لنا ان هو في عنده حته يعني موهبه الرسم، فبدانا ننميها له سنه بسنه كده لغايه ما بدا يظهر بقى طبعا في رسوماته. طيب اوكي، ايه رد فعل المدرسين بتوعه لما عرفوا ان هو بيرسم وكده يعني؟ والله حضرتك هم بصراحه تبنوه، يعني تبناه موهبته، وانا بشكر طبعا في الميس بتاعته الميس نبيله، فقالت لي ما تنتظرش منه بصراحه، يعني هي قالت لي بكل وضوح، قالت لي ما تنتظرش ان هو يتعلم بسرعه، لان طبعا الاطفال دي بتبقى التعليم بتاعهم بيبقى بعيد جدا، فقالت لي هو ربنا ادان موهبه الرسم يعني. ما شاء الله. فالحمد لله يا فندم، هو بدأنا معاه سنه بسنه. هو عنده كام سنه اولا؟ عنده 12 سنه. واكتشفت الموهبه دي مثلا يعني من 6 شهور؟ من 6 شهور. من 6 شهور لحس ان هو ابتدى يرسم؟ بدأ ايده تاخد في الرسم، فلقينا عندي عمه برضك رسام. فبدأ قال لي الولد في حته الرسم يعني. فبدأ يبص له، بقى يتابعه. وبدأ ايده تاخد سنه. ما ينفعش تتكلم معايا طيب دلوقتي؟ طب عرفني باسمك طيب؟ اسمي خالد عمار. اسمك عمار برضو؟ خالد عمار. خالد عمار، معلش هو عنده نسبه اللفظ تقيله سنه. اوكي يا ادي ولا همك. طب ينفع اشوف الرسومات بتاعتك؟ توري بقى ال يعني هو رسم. انا عايزه اعرف برضو حاجه، يعني هو لما بقى يشوف الحاجه يرسمها على طول ولا؟ بص يا فندم، هو عنده نسبة يعني بيجي له وقت معين كده يرسم، وقت معين تاني يقول لك لا، يعني حتى لو انا قلت له ارسم ما يرضاش يرسم، ويبص الشيء يرسمه. وطبعا هو اللي غالبه يعني حضرتك ان ماسكة ايده بتبقى ايه صعبة شوية، فده يمكن اللي مأخراه في الرسم سنة. طيب استاذ عمار، معلش سؤال، يعني حاسه ان هو سؤال رخم انا بساله لحضرتك. لا مفيش حاجه. ما حاولتش مثلا نروح للدكتور؟ يا فندم عالجناه من اول يعني من بدأ نعرفه من حوالي 4 سنين كده، بدأنا يعني شفناه ان هو ايه تعبان، فطبعا رحنا وجرينا في الدكاتره. طيب الحمد لله يعني. الحمد لله يعني في حضرتك كده، هو بدأ طبعا زي هو في حته رسم كاريكاتيري يعني حاجه زي كده حضرتك كده بقى يرسمها. احنا ممكن الكاميرا تقرب؟ طيب اتفضل يا فندم. حاجه زي كده طبعا. طب معلش ينفع تمسكها وتوريها لتلفها للكاميرا؟ حاضر يا فندم. هما خمس رسومات، ممكن نوريهم للكاميرا؟ ماشي. حاجه زي كده
للكاميرا كده الكاميرا كده حاجه زي كده ان شاء الله حاجه زي كده دي شخصيات كرتونيه ده كرتونيه لسه بقى يخش بقى على ايه حاجات تانية بدا كده هنا رسم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ينفع شفاه طيب عارف ان شاء الله بدا بقى يرسم شخصيات كان الاول اطفال بدا يرسم شخصيات يعني حاجه زي كده يا فندم اوكي تمام بدا يخش في ال الشخصيات بقى حاجه زي كده حاجه زي كده فاهم طيب تمام ينفع اشوف بس دقيقة في حاجة حضرتك كده هتعجبك سيادتك أنا ده في رسمة أيوة دي ينفع توريها بس ونقفل على كده لا لا في رسمة دي معلش أنا آسفة دي فريد لا مش دي في رسمة لا دي أيوة هي دي لا ده أنا بس كده حاجة تاني هنا رسمة عادل امام الفنان عادل امام اوكي استاذ عمار شكرا جدا حضرتك منورني النهارده الله يخليك يا فندم منورني موهبكم يا رب ربنا يوفقه يا رب امين ويعني بجد انا مبسوطه جدا ان انتم معايا مشاهديني هرجع تاني للشيف معانا سماح مداخله للشيف عمر خالد الو الو أيوة. السلام عليكم وعليكم السلام ازيك عامله ايه الحمد لله تمام الحمد لله شكرا ممكن اكلم عمر اتفضلي طبعا ازيك يا عمر عامل ايه اهلا بيك الحمد لله ازيك ازيك يا حبيبي عامل ايه كله تمام الحمد لله بخير الحمد لله انا سعيده جدا بيك يا عمر يا رب باذن الله اشوفك زي ما بتمنى انا كمان والله ربنا يخليك يا ونورت الدنيا كلها والله زي القمر على الشاشه ربنا يبارك فيك يا رب تسلم يا حبيبي ربنا يخليك يا رب تبقى أمي التانية يا أستاذ سماح أهلا بك ممكن عمته تكلمه بقى؟ طبعا اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله منور الشاشة يا حبيبي ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك يا رب منور الشاشة يا حبيبي ربنا يخليك يا رب كده أشوفك شيف قد الدنيا كده يا رب بحق قول يا رب بإذن الله يا رب الله يخليك يا رب طيب. ماشي يا حبيبي شكرا ماشي لا اله الا الله خد امنيه معاك اهي محمد رسول الله الو ايوه ازيك يا عمر ربورك ازيك يا دكتور من صوتك كده ان انت صغيره شاشه جدا يعني دي دكتوره امنيه دكتوره امنيه صوتها مميز صغيره اخبارك ايه الحمد لله بخير منور الدنيا ربنا معاك دايما ربنا يخليك احسن واحد في الدنيا واحسن شيف يا رب باذن الله يا رب ربنا يخليك شكرا طيب نرجع ليك تاني عايز اعرف انت بتعمل ايه دلوقتي يعني انا بعد خلطت المكونات كلها حطيت الدقيق والسكر والكاكاو يعني كل المواد الجافه احنا بنحط الجاف على الجاف والسائل على السائل اوكي تمام فدلوقتي حطيت الخليط كله على بعضه وبعد كده بنخلطه بس عشان السكر يدوب كمان اهم حاجه الدقيق يبقى منخول زي ما اتفقنا تمام بعد كده هنبدا نجيب القالب ندهنه بسمنه بالفرشه كده على طول وبعد كده رش الدقيق وبعد كده هدخلها في الفرن قالب للكيك قالب زي ده قالب موجوده اوكي تمام قالب الكيك تمام تمام هدهنه بالسمنه وبعد كده هرش عليه شويه دقيق وبعد كده في الفرن حوالي ساعه الا ربع طيب عمر انا هرجع لك تاني تمام انت منورني النهارده والله ربنا يخليك يا رب طيب مشاهديني وفقرتي دلوقتي وهي فقرة عرفتها من على السوشيال ميديا وهي يعتبر من المواهب الشابة الصاعدة على السوشيال ميديا وبجد أنا فخورة جدا إن هي معايا النهاردة معايا الشاعر محمد ياسر أهلا بيك أهلا بحضرتك منورني النهاردة ربنا يخليك محمد أول حاجة عرف الناس سنك وعرفهم أنت منين وإزاي بدأت ويعني عايزة أبتدي في الموضوع على طول اتفضل محمد ياسر 20 سنة كلية تجارة انجليش جامعة بني سويف بكتب شعر من سادسة ابتدائي من زمان جدا
بس بدأ الموضوع يتطور معايا اول ما وصلت ثانوي، وابتديت ان انا اطور من كتاباتي، وابتديت ان انا انزل حاجات على السوشيال ميديا، وابتديت احاول احقق انتشار على السوشيال، لغايه ما عملت بعض حفلات كده ونزلت ساقية الصاوي انا شفت فيديوهات على السوشيال ميديا كتير. نزلت حاجات كتير ليا ولقيت تفاعل حلو جدا من الناس، فبدات ان انا اكمل في الموضوع. اوكي، طب ينفع تسمعني حاجه كده؟ تمام. انا كنت مجهز حاجه النهارده، قصيده عن الاب، هسمعها لكم دلوقتي. اوكي تمام. من وقت ما غبت يابا وبعدت وسبتنا، وانا بسال نفسي بعدك مين تاني مننا، او مين يهتم بيا؟ طول عمرك كنت وحدك بتشيل المسؤوليه، مصاريف للبيت ولينا، طول عمرك كنت تقلق ان رحنا ولا جينا. من بعدك بس يابا مين يسال يوم علينا؟ الدنيا في عيني صبحت اسود كالح وباهت، وقتها فعلا ما شفتش والدمعه في عيني تاهت من كتر ما دمعي سال. انا فاكر لما مره كان ابويا وقف وقال الموت علينا حق، وقف نبضي في ساعتها ورجع من تاني ده، ورجعت وقلت عادي ده كلام واتقال في ضيق، كان ابويا اجمل صديق واحن عليا مني، طول عمري كنت وحدي وكئيب من صغر سني، بغلط في حاجات كتير، انا طول الوقت بلعب او نايم في السرير، عمري ما اهتميت بحاجه، هو ينزل هو يصرف وقت لما احتاج يجيب، هو يعمل كل حاجه، وبرضه ابويا ما هوش غريب. كل مره كنت بسمع موت فلان او موت فلانه، بس عمره ما جه في بالي انه يبقى في لحظه هو، واني هدخل اوضته يوم هلقى صورته وبس جوه وما لقاهوش. وقتها حسيت بشيء طول حياتي ما حسيتوش، انا ابويا كان لي الظهر، انا ابويا كان لي حياه، كان لي السند والظهر، انا ابويا اتغرب علشاني وعشان مصروف كل اول شهر، وعشان تعليم انا ودراستي، مصاريف ودفعها لمدرستي، وفر لنا كل اللي احتاجناه. انا فاكر لما خرجت معاه جاب لي في وقتها شميزات وجاليه، وانا كنت كتير قوي باجي عليه واطلب في ظروف كانت زي الزفت، عمره ما بيشكي ويتكلم ولا قال لي في مره انا يا ابني قرفت، ولا عمره في ليله زهق مني ولا رمى لحظه عليا اللوم. انا ابويا عينيه ما دقتش النوم علشان يبسطنا انا واخواتي، وفر لنا كل احتياجاتي، من وقت ما كنت وانا صغير بتعلم لسه الاي والاو، عدت كي جي 1 وبقيت كي جي 2، عمال انا بطلب وبقول هات. انا كنت ساعتها حقيقي عبيط، معرفش يا دوب غير دج وكات، طفل وبريء مش فاهم شيء ولا عارف حتى ايه معنى الاب. فات 6 سنين وبقيت شاب ووصلت اعدادي وثانويه، ونجحت دخلت الكليه، وما زال جوايا عيوب فيا وحاجات انا لسه ما حلتهاش زي سجايري وزي الشيشه، كم مره نصحني ابويا زمان ان انا بطلها وما اشربهاش. هو كان خايف عليا في وقتها رغم كل اللي اتحكاله وكل حاجه عملتها. انا ابويا جبل ما تهزه رياح، ضاع عمره سنين وسنين في كفاح، من شغل البيت ومهوش مرتاح ومحدش حاسس ايه جواه، كان عندنا كبر ولم بلاه، ولا مره اهتميت وسالت قاعد جعان ولا اكلت، انا ما اهتمتش في ولا مره، ولا حتى جريت سلمت عليه وقت ما رجع يوم من بره، كنت عادي بقول قاعد لي بكره انزل يوم معاه، بكره جاب بكره وببص جنبي مني ما لقيتوش، تاخده عمري ونور عيوني بس لا ما تاخدهوش. بعد منه بقيت وحيد، وافتكرت ايام زمان لما كان جنبي وساندني، هو كل الدنيا عندي، هو علمني الحياه، علمني يا ابويا ان ابقى رزين، مش تمشي في يوم ولا سب الدين ولا تطلع منه الفاظ خارجه. انا فاكر لما غلطت زمان واداني يوميها كمان علقه، كان قصدي يعلمني ساعتها، ما قصدش يخوفني بضرب، ورجع وصالحني في نفس اليوم ونزلنا اكلنا في طلعه حرب. انا ابويا اتشال فوق على الراس، علمني الحب والاخلاص، انا تهت كتير بين الناس ما عرفتش يومها ايه معنى الاب، انا كنت مغفل يومها يجوز، دلوقتي فهمت وبدعي يا رب ارحمه واغفر له واجعله في الجنه، بطلت سجاير انا على فكره زي ما كنت انت بتتمنى، وبصلي واصوم واقرا القران، دلوقتي اكيد ما انتش زعلان، انا اسف يابا حقيقي عشان زعلتك مني كتير، دلوقتي انا اتغيرت ومبسوط قوي بالتغيير، ربنا يابا يكتبها لك وتعيش في الجنه بخير. اوكي تمام، برافو عليك والله، يعني طب منورني النهارده، ربنا يخليك. تسلمي. طيب عايزه كده اخد معاك يعني كلمه سريعه،
عايزه اعرف ايه هي يعني حفلاتك الجايه وهتبتديها امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله نازل ان شاء الله لكل اهل اسكندريه، استنوني ان شاء الله شهر 3 في مسرح الحريه للابداع، اول حفله منفرد ليا في اسكندريه ان شاء الله هتكون شهر 3. اوكي تمام. طيب ننتقل تاني للشيف. خلصت؟ طيب تمام كده كله تمام. ودهنت القالب بالسمنه ورشيت شويه يعني شويه ملح صغيرين كده الدقيق معلش عشان ما تلزقش بس، وبعد كده صبيت الخليط خلاص وهدخلها في الفرن تقعد ساعه الا ثلث باذن الله، يعني من ساعه الا ثلث لساعه الا ربع ان شاء الله. اوكي تمام. طيب انا معايا والد الطفل عمار، نرجع له تاني. استاذ عمار، عايزه افهم حاجه من حضرتك، يعني كلمه اخيره من حضرتك، تنصح بايه اللي هم الاطفال اللي زي عمار ان هم يبتدوا او يكملوا مشوارهم؟ والله هقول لحضرتك على حاجه يا فندم، انا انصح اي اب، اي اب عنده ابن عنده موهبه يتبناها يمشي وراها. حضرتك يا فندم زي ما انا يعني لقيت طفل زي ده ما يعرفش حاجه خالص غير ان هو بدا ان هو يرسم فمشيت وراه بصراحه، يعني اوكي اتمنى له يعني طفل زي ده انت الحمد لله. تمام. محمد ياسر، انا عايزه اعرف تنصح بالشباب اللي هم بيقولوا شعر، يعني تقول لهم ايه؟ يعني كلمه سريعه. انا احب انصحهم ان هم اي حد بيكتب في المجال يكمل وما يحبطش، هتسمع احباطات كتير، هتسمع كلام كتير جدا من الناس، وربنا يوفقهم يعني يكملوا ما تيأسش. اوكي تمام. هنختم مع الشيف مع الشيف عمرو خالد. يا ريت الكاميرا تتوجه على الكيك. شكرا.